حلف الوطني لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة يدخل على التجاذبات الأخيرة حول محاربة الفساد بإطلاق أنشطته يوم أمس بقاعة قصر المؤتمرات القديمة وبحضور قيادات التحالف. محمد ولي الفاضل الأمين العام للتحالف أكد أن من بين الأهداف التي يصبو إليها التحالف التموقع كطرف مدني في حال دعت الحاجة لذلك، بغية استعادة أموال الشعب الموريتاني المنهوبة، وبغية ترسيخ الشفافية والحكامة الرشيدة. وعيا منا بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في التصدي لتلك المخاطر، ارتأت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال محاربة الفساد وترسيخ الشفافية وترقية الحكامة الرشيدة أن تطلق نداء بتاريخ 31 أغسطس 2020، طالبت فيه بضرورة تشكيل تحالف وطني واسع يعمل على ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد تقوده منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال. وقد تم بالفعل الإعلان عن تشكيل هذا التحالف يوم 16 أبريل 2021، ويعتبر نشاطنا اليوم بمثابة الانطلاقة الرسمية لأنشطة هذا التحالف. الحاضرون ألقوا كلمات حول طبيعة أدوار المجتمع المدني وتأثيره على التنمية والمجتمع، محاربة الفساد ومدى نجاعته في مجال الانفتاح على ثقافة ترسيخ الشفافية، مؤكدين أن لا وجود لتنمية مع وجود فساد، خاصة بصحبة جوب الفقر والتفاوت بين الشعب. بالنسبة للمجتمع المدني هو تنظيم غير سياسي وغير قائم على الربح، وتاريخيا نشأ في الدولة الديمقراطية. لا وجود لمجتمع مدني في التنظيمات ما قبل الديمقراطية، سواء التنظيمات العسكرية أو التنظيمات التيوقراطية ما يسمى بالدولة الدينية أو التنظيمات الكليانية التوتاليتارية. المجتمع المدني هو خاصة من خاصيات المجتمع الديمقراطي، وهو حاجة من إن شئتم الاحتياجات التي يحتاجها النظام الديمقراطي لكي يعمل بشكل جيد، وهو قائم، وهو كما ذكرت تنظيم غير قائم على الربح. نقيب المحامين إبراهيم اللبتي حدث بدوره عن الخطوات العالمية حول توحيد الجهود للقضاء على داء الفساد. من العمل على القضاء على جميع أشكال وألوان الفساد في جميع أنحاء العالم، من حيث المبادئ الأساسية التي أسست عليها مكافحة الفساد، ومن حيث المصادر، ومن حيث آليات التعاون الدولي، حتى يكون العالم يوحد جهوده من أجل القضاء على هذا الداء. التحالف الذي جاء عقب موجة توتر طالت الساحة السياسية والقانونية إثر ما يسمى باستعادة أموال العشرية والتحقيق فيها، وما عقبه من استدعاء شخصيات سياسية كانت تتصدر المشهد طيلة عقد من الزمن، سيجد حتما ما يثير حفظته ويملئ مواعيده للعملية.